الاخوه اللي كان عندهم الفرصه مع الفعاليات الايجابيه، وبالتالي دائما هذا التدخل ديالنا تنقل كما قلت الى قسم القسم ديال المخالطين والقسم ديال الاتصالات اللي كتورد على مديرية الصحه على بالنسبه ل يعني عمليه التدخل. يعني انتم دابا اكتسبتوا واحد التجربه ميدانيه، يعني بالنسبه لكم شنو يمكن تقول يعني من هذه الخبره اللي خديتوها من خلال المواجهه ديال التحدي ديال تفشي وباء يعني كورونا؟ احنا بالنسبه لنا بطبيعه الحال نشتغل ميدانيا كما قلت لكم سابقا، تقريبا في تدخلات يوميه ان لم اقل مرتين في اليوم، واحيانا نضطر ان نكمل العمل ساعات متأخرة من الليل ملي كيكون عدد كبير ديال المخالطين وعدد كبير ديال الاتصالات، لان الهدف ديالنا هو ان كل نهار اننا نوصلوا للكونفورسون ارضاء ديال جميع الاتصالات اللي وصلت فيها مصلحة الادوية القضاء ومنذوبية الصحة العالمية. كنخرجوا كنشوفوا الحالات المشكوك فيها، كيقوم الفريق بالفحص ديال الحالة والتأكد من مدى الإصابة فيها ماذا، وإذا كان اضطرينا كيجيو بالنسبة للحالة الوبائية حاليا في الإقليم العريش نسبيا بدأت تنخفض الحالة، يعني بفضل هذه المسؤولات اللي كتكون ديال السلطات المحلية ووزارة الصحة الوضع يبقى مسيطر عليه، وإن شاء الله بإذن الله نظن أننا في القريب سنحتفل بشفاء آخر حالة إن شاء الله، وفي النهار إن شاء الله هذا نقول الحمد لله لقد أنجزنا المهمة التي أوكلت إلينا. اما اليوم فما زلنا في التدخلات ديالنا اليوميه، تقريبا يوميا كنخرجوا والحمد لله ما يمكننا بعض الاخوان كثير اي بين ثلاثه نقصوا شحال فين شحال فين كل هنا الدور ديالنا في رساله نعم. بالنسبة للصعوبات اللي واجهتوها يعني اثناء التدخل، صعوبات التدخل بطبيعة الحال اليومية كتبقى بعد المجموعة الذين لا يحترمون هذا الحجر الصحي، واحد المجموعة الإخوان اللي كتلقاهم واحد التجمعات، كاين شي واحد اللي كيعيط لك مثلا يتم الاتصال بنا وننتقل لعين المكان فلا نجد المتصل، كاين كتقول لك القهوة خارج للتو. حنا بالنسبة لنا كنقولوا للإخوان اللي اتصل بهذا المصلحة راه خصو يتصل، لأن لا اتصل اتصل لأن كان يشك انه قد يكون مصابا بهذا الوباء، اذا ملي شكيتي انت وصلت اول حاجه نخرج طبيعه الحال كما دابا تجاوزنا هذه المرحله ديال